احكي لنا مع المجموعات هون نحن نستخدم هيدا كثير هون عند المي عند الدبابة هلا شطحنا ثلاث عساكر يعني في صدره واحد على حرف السور اكل ثلاث طلقات في صدره نزل هيك الله اكبر هي كان في جنيور فردي وهون في بيكيسي ودشمي هاك الدش البيكيسي محطوط محله طيب يا اخو هلا في مجال والوضع سامح ما في حدا يمكن شفنا اثنين تحركوا عند السيارات شطحنا هون وفي واحد يمكن هلا اخذ عمو ما في يعني في اثنين جوا عند السيارات عمو ما في يعني اكثر اثنين والله لسه ما اعطاني السيارة دور بابا شوي ما احسن زمان الصف مع الباشا ما تحب طيب الدبابة موجودة لو الدبابة في طاقم عليها او طاقم موجود كان شغلوه ورمونا 18 اسمع السبطان ده هيك موجه علينا موجه علينا انت اول شيء طاقم في عنا قاذف في عنا قاذف نقطة ابزك نقطة ابزك في بكيسية ابو يوسف شو رايك هون يا ابو يوسف شو الوضع سامح عنا قاذف معكم خلي الشباب هون.